يشتغل لحاله على مهمته، ولكن انتو العشرة رح تكونوا مقسمين لخمس ثنائيات. بنهاية الحلقة الأولى من نجوم بلا حدود، المشتركين العشرة بلغوا أول مهمات مطلوبة منهم من بعد ما تم تقسيمهم لخمس ثنائيات. واليوم الحكام الثلاثة رح يوصلوا بأوقات مختلفة على مكان غامض وسري ليحضروا الفيديوهات العشرة. وهني رح يعطوا تعليقاتهم وعلاماتهم على أساس مضمون الفيديو، شكله ومدى التزام المشترك بالمهمة. انتو وحدكن مشاهدينا رح تسمعوا تعليقات الحكام، أما المشتركين فأنا رح انقلن علامات الحكام بنهاية الحلقة. أول فيديو رح يحضروه الحكام هو فيديو نسرين ناصر المشتركة عن فئة طبخ، والمهمة كانت ماركة زيت. طلبت منك تحضير فيديو بتعلمينا فيه تبولة اللبنانية. عاملين ايه؟ انا في نسرين ناصر من مصر. النهارده هعمل لكم التبولة، بس هضيف عليها خمس حاجات مختلفة: فلفل احمر واصفر واخضر، وقشر الليمون اللي هيخلي ريحتها بجد تحفة، وخيار. انا عارفة التبولة هتتعمل ازاي، بس النهارده هنضيف عليها حاجة جديدة عشان يبقى طعمها احلى ومش كتير. أول شيء نسرين كلامها يعني أصلاً المصريين قريب كلامه بالقلب، سو كلامها حلو وطريقتها حلوة. حبيت طريقة كيف خلطها للأشياء، بتشهي يعني، حطتهم كذا على بعض وسريعة، والميوزك اللي حطتها حلو، نايس مرة حلو. بس أنا زعلتني بشغلة واحدة، التبولة إحنا يعني لما نقول تبولة نقول تبولة عارفين طعمها، تتغير في التبولة مش مقبول. حتى لو ضقتها يمكن تطلع طيبة، بس أفضل أنه التبولة تكون زي ما إحنا نعرفها. اللي بيطلع يعمل تبولة لو هو مش حد عنده يعني عامل قبل كده التبولة، بفضل أن أول مرة تعمل التبولة زي ما هي. يعني الإضافات دي خليها لحد عامل كذا مرة تبولة، يعني عامل التبولة الأصلية قبل كده للناس، فهتعمليها بقى تاني بطريقة جديدة. بس في كده حاجات يعني وصفات أنا ما بحبش اللعب فيها. يعني نسرين ناصر يعني عادة أنا بسمع دايما بيقولوا أنه غير اللبناني صعب يعمل تبولي، لأنه التبولي هي لبنانية وما حدا بيعطيها طعمتها الصحيحة إلا اللبناني، رغم أنه مش لبنانية. نسرين شاهدتني التبولي أنا وعم بحضر، بس نسيت أنه فيها زيت. يعني هو الموضوع الأساسي تخبرني إنه شو هيدا الزيت اللي بدها تحطه بالتبولة لتصير التبولة طعمتها أطيب. الشركة اللي كلفتها تعمل لها الدعاية ما أخذت حقها أبداً بالموضوع. لو أنا المسؤولة عن شركة الزيت دي مش ممكن هعلن عندها تاني خالص على الزيت بتاعي. الزيت أنت يدوب لما يكون في شركة إعلان عايزانا أعلن عن منتج من منتجاتها، يعني أنا طول الوقت وأنا بحاول أظهر المنتج هي مركزتش على المنتج خالص. بدي نسرين ناصر خمسة، كان ممكن أديها أكتر لو بينت الزيت، بس خمسة عشان تتعلم تبيني المنتجات بعد كده. شو راح تكون تعليقات وعد توني خليفة وغادة التلي على فيديو المشترك عن فئة وثائقي زياد؟ مهمة زياد كانت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، موقع إلكتروني طلب منك تحضير فيديو عن ثلاث نساء حكموا دول. بالوقت اللي عم تستعمل صورة المرأة كسلعة استهلاكية أو أداة ترويجية، شهدت بعض البلدان حكم المرأة بظروف كان صعب تقوم فيها بأي تغيير. عام 1960 سيريمافو بندرنايك تولت رئاسة الوزراء بسريلانكا، وكانت أول امرأة في العالم بالتاريخ الحديث توصل لها المنصب،
ورحلت عام 2000. المرأة الحديدية هيك لقبت إلين جونسون لما أصبحت رئيسة دولة أفريقية وهي ليبيريا عام 2006، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2011. اغتيلت إنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند على يد أحد المتطرفين بالثمانينات، واشتهرت إنديرا بالدفاع عن الفقراء وتحقيق السلام بالعالم. باليوم العالمي للمرأة تحية إجلال لكل السجينات والمغتصبات والمعتقلات قصراً بسجون الظلام بالعالم العربي. الفيديو مجملاً حلو كثير، بس الفويس أوفر الكلام اللي قاعد يتكلمه كثير حزين. يعني هو قاعد يتكلم عن مرة أو السيدات يعني حكموا وكان لهم أثر في العالم. يعني أنا كنت قاعدة أحضر وأشوف، طب ليش أنت زعلان؟ ما قاعد تتكلم عن معلومات مرة حلوة، شيء نفتخر فيه إحنا. هو فيديو شوية إتم، يعني ظلمة. المرأة بس مش دورها إن هي بس بتروج وبتعمل إعلانات، المرأة دورها أكبر من كده بكتير جداً. ما كانش لازم الأول يقول إن الستات بس سلع استهلاكية، يعني الستات في منهم أمهات، في منهم وزراء، في منهم متبرعات، في منهم بيعملوا خير، يعني في ستات عظيمات في الدنيا في العالم كله، مش بس سلع استهلاكية وترويجية. فما حبيتش خالص المقدمة دي منه. وبعد كده قدم بقيت الثلاث ستات، طبعا سيدات، قدمهم بطريقة كويسة، وبرضو رجع في الآخر ما جابش غير الستات المقهورين أو المسجونين، ما نورش الست. يعني زياد اللي انطلب منه عامله 100%، يعني اللي مطلوب انعمل، تنفذ، وتنفذ بدقة، انه وصل لي الفكرة اللي هي مطلوبة. المشكلة الوحيدة اللي عند زياد انه مش عاطيني شيء جديد انا ما كنت متوقع اني اشوفه. يعني نساء حاكمات، اكيد بنفوت على النت ناخد نساء حاكمات، نكتب الخبر وبنحطه. يعني الجديد، يعني نقول اوف، انه هيدا انا ما كنت براسي انه زياد رح يفوت هون بهيدي النقطة. هيدي اللي ما شفتها عن زياد. اما ما طلب منه نفذه 100%. إذا بدي أعطي علامة لزياد على 10، بتخيل إنه بعطيه 7، على أمل لقدام العلامات تبلش تطلع شوي شوي إن شاء الله. فيديو جديد رح يشوفوه الحكام الثلاثة ويعلقوا عليه. فرح المشتركة عن فئة جمال، مهمتها كانت مجلة موضة، طلبت منك فيديو عن أجمل 5 إطلالات على الإنستغرام للنجمة وعد بالأشهر الماضية. صباح الخير والجمال، يلي حنحكي فيه عن أيقونة الموضة والأناقة العربية الفنانة والمصممة وعد. خلينا نشوف أجمل 5 إطلالات إلها على الإنستغرام. أول إطلالة لفنانتنا هالفستان مع الترين المايل بقماشة تقيلة والألوان المعدنية الفضي والبرونز يلي بيبرز جمال بشرتها. رح ننتقل لتاني إطلالة يلي كان فيها فكرة مميزة، إجت كجمسوت مكسم بطبعة هندسية ومن فوق قماش ناعم لقرودة ساحرة. من لبس الحفلات إلى صورة نشرتها الفنانة بإجازتها في طوكيو بالمونوكراميك لوك باللون الأزرق بتكسترز مختلفة. تتألق نجمتنا باللون الأسود هالفستان الطويل بقصة الساعة الرملية ولفت جريئة بالكراوت سايت لتزين بالكيب الشيفون المرصع اللي أغناها عن ارتداء أكسسوارات كتيرة. رح نختم بإطلالة فخمة من أروع ما لبست بفستان مخصر بتفاصيل تجمع ما بين الستراس والبرود المذهبة والسكارف بنقش الدانتيل والفرنجز على الأطراف اللي نسقته مع مكياج ناعم وتسريحة مرفوعة. فرح اسمك هو فرح، يعني خلينا نبلش من اسمك. ما استعملتي معنى اسمك أبدا باللي عملتي. الموضوع بحد ذاته موضوع كمان في فرح، في ابتسامة، في ألوان، في موضة، في أناقة، في تألق. وعد بحد ذاته كمان شخصية مهضومة، يعني تتفاعل على الإنستغرام مع التعليقات بشكل كتير حلو وكتير مهضوم. اللي شفناه أنه أخدي صورة حاططية مثل ما بنشوفهم على السوشيال ميديا، يعني أنه أي شخص بحط صورة وأنه إيه لبسي ذهبي مع أسود مع كذا. أنه أنا ما يعني لو مش وعد هي اللي لبسي، وإذا أنا ما بيهمني أمر وعد ممكن بمرق على هذا الموضوع مرور الكرام.
مفروض كان خيالك يروح أبعد تتشديني أكتر توقف عندك تتفرج على الفيديو تعمل له شير توزع هيدا الفيديو بده يكون في شيء يعني موضوعك في عناصر كتيرة كانت فيك تعملي فيها بوم بس اللي شفته عادي حاطين صور عم نستعرضهم بشكل عادي الفيديو بتاع فرح كتير حبيته يمكن ان هي كمان حلوة وعندها قبول على الكاميرا فده ساعدها كمان إنها تتحب أكيد احتارت كتير لأن وعد عندها إطلالات حلوة جدا بس اختارت 5 حلوين قوي مع يعني صعب حد يختلف عليهم وحللت كل واحدة بطريقة حلوة فحبيت اللي هي عملته بصراحة فرح حسستني إن أنا قاعدة أحضر طبعاً قاعدة أحضر على أعصابي أشوف إيش اختارت يمكن أشياء بشعين حسستني إني كأني قاعدة أحضر برنامج عن الفاشن والموضة وهالأيام اللي قاعدين ينتقدوا بيفور وأفتر وما بعرف شو هذول الأشياء حلو كلامها واثقة من نفسها مرة وهي ما شاء الله لأنها حلوة تحس يعني كيف الدكتور لما يكون حلو دكتور التجميل تقتنع أنه هو يسوي لك شيء هي كذا لأنها مقنعة شكلها مرتب مقنع أنه الكلام اللي قاعدة تقوله عني يعني أحد يقدر يصدقه اختارت صورة بكرهها بس أنه عاش الحال الباقيين كويسين لذيذة كثير حبيت الفيديو تبعها العلامة اللي أعطيها الفرح من 10 أعطيها 9 بفئة رياضة أول مهمة لفهد كانت شركة ملابس رياضية طلبت منك تصوير فيديو عن تمارين المقاومة بوزن الجسم يا ترى الحكام الثلاثة حبوا الفيديو أو ما حبوه؟ اليوم راح فرجيكم انكم ما بتحتاجوا تروحوا على النادي لحتى تتمرنوا فيكم تستعملوا الاشياء الموجوده حواليكم تكون برا باي محل لحتى تقدروا تعملوا تمرين كامل لكل الجسم بنبلش باول تمرين هذا التمرين من اهم التمارين لعضلات الظهر بدكم تلاقوا اي شيء ثابت تتعلقوا فيه ترفعوا حالكم على الاخير وتنزلوا على الاخير ثاني تمرين بدكم تنطوا على حفي او اي شيء يكون عالي شوي هذا التمرين مركز على عضلات الفخذ الخلفيه هذا التمرين كنت تاخذوا خطوه لقدام خطوه لورا تنزلوا بركبتكم ترجعوا تطلعوا هذا التمرين بركز عضلات الفخذ الاماميه تمرين البوش ابس من اهم تمارين لعضلات الصدر بدكم تتركوا مسافه بين ايديكم تنزلوا بوزن جسمكم لتحت ترجعوا تطلعوا على الاخير التمرين يلي بعده بركز على الزنود يلي هي عضله الترايسبس هذا التمرين فيكم تعملوه على المقعد او اي كرسي ومثل ما نقوي عضلات جسمنا لازم نقوي عضلات قلبنا عشان هيك طلوع الدرج بركز على انه يقوي عضلات القلب ويحرق الدهون بدي من كل واحد منكم جرب هالتمارين تعطوني رأيكم فيها وأنا بشوفكم المرة الجاية فيديو فهد قد ما هو بسيط بس حبيته لأنه خلى أي حد ممكن بحاجات بسيطة من الحاجات اللي حواليه يقدر يعمل التمارين الرياضية بمنتهى البساطة مش مضطر أروح أشترك في جيم وأسلوبه سلس يعني أنا حسيتها فقرة رياضة خفيفة ظريفة في برنامج صباحي مثلاً الحاجة الوحيدة بس يا فهد انه فين البدلة في الموضوع يعني كل اللي انت عملته حلو قوي بس اصحاب البدلة تدمروا لو انت بتعلن لهم على البدلة كان مفروض يمرق من خلال المعلومات الرياضية اللي عم بيوصل لي اياها كمان اقناع اني انا تأعمل هيدا التمارين مفروض تكون لابس هيدا الشوز لابس هيدا التيشيرت لابس هيدا البانتس هلأ ممكن الشباب والصبايا اللي عم يتواصلوا معهم على السوشيال ميديا كتير يحبوا الاشياء اللي شافوها ويلاقوها انه كتير منيحة بس ما خدمت الماركة اللي هي رح تدفع مصاري تتسوق حالها رح تتفاجئوا انه دفعنا مصاري بس نحنا ما تسوقنا بشكل صح فهد رياضيا ممتاز بس بدنا نشتغل على اكتر على حالنا بدنا نفهم اكتر شو بدنا نوصل نلاقي افكار جديدة نوصلها للناس فهد أول شيء ذكي اختار لوكيشن حلو خلانا هيك نسرح وحسس الواحد أنه ما عم بيعمل رياضة يعني وتشز مرة حلو ومبين عليه أنه هو أبضاي على قولكم يعني متمكن من السبور وتحسه كأنه ترينر وتشز نايس بس كان يعملهم الحركات سريعة المفروض كان شوية يكون أهدأ يعني لأنه هو شاطر العالم اللي قاعدة تحضر ما هي كثير شاطرة فلازم يركز انه كذا حبيت هيك كلامه آخر شيء كيف عم يبتسم وبوزيتيف تحس فيه انرجي الفيديو العلامة اللي يعطيها الفهد 8 مشترك عن فئة كوميديا عماد مهمته كانت ماركة معجون أسنان
طلبت منك فيديو بشجع الناس يستعملوا هالمعجون ليتجنبوا زيارة طبيب الأسنان. تعليقات الحكام على هالفيديو رح نسمعها من بعد ما نتابعه سوا. أكتر إنسان مستفز في الدنيا هو دكتور السنان، ما عندوش قلب، مهما تكون موجوع من جواك ما بيحسش بيك، يقولك تعالى تعالى يا حبيبي اقعد على الشيزلونج، كل حاجة هتبقى تمام وهتستريح. لا أنا خايف يا دكتور. لا ما تقلقش حبيبي ما تقلقش، هتبقى زي الفل. إيه ده بس إيه ده كده عايز تسترخي؟ مفيش أي حاجة، بص فوق في السقف. قال لي يعني هو كده بيعالجك نفسيا؟ تعالى يا حبيبي معلش، أنت بترتاح، تحس إن أنت قاعد على البحر، هو هيجيب لك عصير برتقال، يقول لك حبيبي افتح بقك ما تقلقش. مش عاوز افتح بقي. لا لا ما تقلقش خالص، كل حاجة هتبقى تمام يا حبيبي، افتح بقك بقى. تيجي تفتح بقك تلاقي حقنة كبيرة قوي. فعموما في حاجتين عشان نتجنب إن احنا نروح لدكتور السنان، أول حاجة هي الخيط الطبي. اخر حاجه انك تستعمل المعجون ده، وما تيجي تستعمله تستعمله في حركه دائريه كده اهو كده اهو، كانك بتنظف بلاط المطبخ بتاع بيتك اهو كده اهو كده 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 كده. فيا اما تستعمله دول يا الا عماد صايب الفكره تماما، يعني صاب الفكره بالصميم، طبعا بالغ بتصوير روحه عن طبيب الاسنان ليخبرك انه هاي الكرسي اللي هو صور لك اياها بهالشكل المبالغ انه فيك تتجنبها اذا بتعمل اللي انا عم بقول لك اياه واللي هو مطلوب منه يسوق له. يعني كماركتينج لعب صح 100%. الفيديو ده احسن من الفيديو اللي شفته على السوشيال ميديا اللي هو كان عامله، حسيت ان هو عمل فيه مجهود اكتر، فانا متوقع منه انه هو يعمل اكتر في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، لان هو حسن طريقه التصوير وطريقه يعني اللي هو عايز يوصله للمشاهد احسن بكتير من اللي وصلني منه في الفيديو بتاع السوشيال ميديا، فانا شايفاه عمال بيتحسن وان شاء الله يعمل حاجات احسن بكده بكتير في الفيديوهات الجايه. الشعب المصري عن جد يضحك، لو ما سووا شيء كلامهم يضحك. عماد سمارت، يعني لقى فكره بسيطه من ولا شيء نفذها بطريقة حلوة. حبيت مثلاً دخل الكريه هذا اللي كذاب مدري إيش، حلوين بس كان يطلع أحلى معه. لو ترك حاله هيك مهضوم يخبرني شغلي ببساطتها كانت وصلت يمكن بهضامي أكتر، بس أنا بعتبر الفكرة كتير حلوة، الأداء كتير حلو، بعتبر عماد قلع على الطريق الصحيح وبقدر أعطيه علامة 7/10. بفئة حيوانات أليفة، أول مهمة لنسرين حمود كانت ماركت مأكولات للهرارة، طلبت منك فيديو عن فوائد تربية هر. خلونا نشوف الفيديو ونسمع تعليقات وعد، توني خليفة وغادة التلي. الكائنات هي من الحيوانات الأليفة المفضلة للإنسان على غيرها ومربيها ببيته، اللي بيميزها عن غيرها من الحيوانات شكلها الحلو وهضمتها وملمسها الناعم. من فوائد الكائنات على الإنسان إنه بتشيل الهم عن القلب، بتريح الأعصاب، بتحول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية. أكيد فيكم تستخدموا تصيروا عن أدوية الأعصاب تشتروا كائنات. من فوائد الكائنات على الأشخاص المسنين والأرامل والعزابية اللي عايشين لحالهم إنه بتنسيهم معنى الوحدة. أكيد في عندها كتير فوائد على الأطفال والصغار، إنه بتحسسهم بالمسؤولية وتخليهم يصيروا أحسن مع المجتمع. تصادفت والتقيتوا بأشخاص مرتاحين ومبسوطين مع حالهم، فكونوا أكيدين إنه عندهم بسانة البيت. وبعدكم لهلأ عم تفكروا إذا بدكم جيبوا بسانة لألكم أو لأولادكم، أنا بدالكم جيبوا بسانتين. شو بعدكم ناطرين؟ فيديو نسرين حمود، الطبيعة فيه حلوة قوي ونسرين لطيفة جدا وست لطيفة، بس هو مفروض عن ان هو فيديو بيقنعني ان انا احب اربي قطط. انا ما شفتش اي تركيز على القطط في الفيديو، القطط كتير حلوين ونخشين، لو كان بس تركز شوية عليهم كان ممكن انا اقتنع ان انا اربي قطة مثلا لو انا ما عنديش قطط، بس الفيديو اقنعني ان انا عايزه اصاحب نسرين، بس ما اقنعنيش ان انا عايزه اربي قطه. بقدر اقول بعد ما حضرت الفيديو اللي عملته نسرين حمود حمستني اجيب بسين على البيت، حسستني قد ايه البسين ممكن يكون مهضوم وقد ايه له ايجابيات.
وصلت الفكرة كتير صح. الأمبيانس اللي موصلت لي فيه الصورة مع لبسين، حتى شكل لبسين اللي بنقيته كتير بفوت على القلب وبيوصل. الفيديو جيد، جيد جدا. بعتبر انه بعد الوقت يعني شوي لقدام رح يصير نشوفهم هني اكتر تفاعلا مع الفيديوهات اللي عم بيعملوها، ونصير نحسهم اقرب لإلنا من انه مجرد عم نشوف فيديو. نسرين حمود هي مهضومة. انا لقيت طريقتها في تقديم الموضوع انه خلت الحياة كلها حلوة اذا عندك انت بسينة، ما هو واقع كثير ومش مظبوط يعني. بالعكس، لانه الحيوانات انا الاقيهم، يعني انا بخاف من الحيوانات، الاقيهم شو اسمه يعني مسؤولية مثل الاولاد، يعني تطلعهم تأكلهم ومدري وين، توديهم حمام والله يكرمكم وكذا أشياء كثير. فما كثير أنا مع الفيديو هذا. نسرين حمود أعطيها من 10 عن الفئة تركيز يعني تحديداً، مش بس عشانها هي، 4. منتابع مشاهدة الفيديوهات اللي انطلبت من المشتركين 10 بأول حلقة من برنامجنا بفئة منوعات. أول مهمة لعادل كانت جمعية إنسانية طلبت منك فيديو هدفه الترويج لفكرة التبرع بالدم. مع السلامة أخي، أنا ذاهب إلى المستشفى. مستشفى؟ لماذا؟ لأتبرع بالدم، هل تأتي معي؟ أتبرع بالدم؟ أنا بالكاد يكفيني دمي. ما لا يعلمه العديد من الناس أن التبرع بالدم له عدة فوائد للجسم، فهو ينشط نخاع العظم، كما يقلل من نسبة الحديد الموجودة في الدم، والتي إذا ارتفعت قد تؤدي إلى أمراض خطيرة في القلب، كما يقلل من نسبة الإصابة بسرطان الدم. وفوق ذلك وذاك، هناك بشر في المستشفيات هم بحاجة إلى تلك القطرة من الدم. هل تعلم أن بتلك القطرة من الدم قد تنقذ حياة طفل لا ينام الليل يتألم، أو تنقذ حياة أب أو أم؟ فقد يكون أبوك وقد تكون أمك أو يكون ابنك، فلما لا تتبرع بالدم؟ عادل الفيديو حقه أول شيء ليش لغة عربية؟ مع أنه إحنا يعني اللغة العربية حلوة ولغتنا أكيد نفتخر فيها، بس العامية تكون توصل أقرب يعني. حسيت أن أنا في المدرسة ودي حصة علوم وده مدرس بيديني درس. يعني هو الواحد حتى عشان يتبرع بالدم لازم يكون فيه كتير إحساس، ويكون فيه يعني نوع من الإقناع أن أنت تقول له الواحد تروح تقول له تبرع بدمك. يعني هو ما يعني مفيش خالص أي إحساس، هو تك 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 تك. ويعادل لازم شوية يكون فيه روح في المعلومة اللي أنت عايز توصلها للناس. ما شجعتنيش أروح أتبرع بالدم بصراحة. لما شفت هيدا الفيديو خوفني، لأنه عادل كان من الأشخاص اللي عاملين شغلات حلوة. لما شفت البداية تبع هيدا الفيديو حسيت أنه لا، أنه شو عم بيعمل. بعدين كيف ختم لعب صح 100% على الموضوع الإنساني والعاطفي. يعني قدر يعرف يربط الدم اللي هو حالة إنسانية كتير كبيرة، كيف يقدر يوظفها إنسانيا باللعب على المشاعر وعواطف الناس، ليقلك قوم هلأ عن كرستك لوين ما كنت قاعد، روح أقرب مستشفى تبرع بالدم، لأنه في ناس حياتهم معلقة فيك. يعني بالقسم الثاني من الفيديو صابة عادل، لأنك خوفتني بالأول وبخاف أنه هيدا الجزء الصغير بالأول ما يكملوا الناس معك تتوصل رسالتك للآخر. عادل من المغرب 7، ومثل الباقيين أنا أكيد أنه رح نوصل معك لمطارح كتير منيحة. بفئة لايف ستايل، أول مهمة لدينا كانت وكالة سفريات طلبت منك فيديو تحكي فيه عن جعل السفر مع الأطفال أسهل. منشوف شو عملت دينا وشو رح يقولوا الحكام. في أمهات كتير بتكون نفسها تسافر لكن بتكون شايلة هم الأطفال في السفر، لكن في كم خطوة بسيطة لو عملوها ممكن تسهل عليهم الموضوع ده. وانتي بتحضري شنطة طفلك حاولي تحطي فيها كل مستلزماته وخصوصا الأدوية، لأن عادة تغيير الجو ممكن يولد شوية مرض.
حاولي تنزلي قبل ما تسافري بوقت كافي عشان تخلصي كل اجراءاتك وما تكونيش مستعجله، لان طفلك ممكن يبكي وده ممكن يوترك. في الاماكن العامه عاده الاطفال بتبكي كتير، وده بيسبب ازعاج لغيرك وبيسبب لك انت الاحراج. وعشان تتفادي ده حاولي تجيبي معاكي لعبه جديده او كتاب جديد بحيث ان ابنك يتسلى بيهم وما يعيطش كتير. حاولي تتفادي التواجد في الاماكن اللي يكون فيها زحمه كتير، وخصوصا لو بتروحيها لاول مره، لان ده بيعرض ابنك للخطر. واخيرا لو مسافره سياحه حاولي تختاري مكان يكون مخصص ليكي ولابنك، بحيث ان يكون في امن وحراسه واماكن مخصصه وامنه للاطفال علشان تضمني اجازه سعيده ليكي ولطفلك. دينا حلو يعني واثقه من نفسها تتكلم حلو، بس النصايح ما اقنعتني. يعني انا ام سمعت نصايحها، كل النصايح هذه احنا نسويها بس برضو الاولاد تعيط. يعني ما قالت شيء مميز، نحكي الصراحه ما قالت شيء خلتني اقول اي والله المفروض انه انا اعمله. يعني الام تجهز اشياء البيبي، الام تحاول انها تبعد عن الزحمه الى اخر اللي قالته دينا. الفيديو موفقه فيه بس اختيارات النصايح ما كانت موفقه فيها. دينا قدمت المهمه المطلوبه منها بانضباط وبحذافيره، بس لعبت دور كثير عادي، يعني ما كان في شيء واو. يعني دينا خبرتني انه الولد بده يبكي ويزعج الناس، لما يبكي ويزعج الناس اعملي له هيك. الولد ممكن يسخن، لما يسخن ويصير عليه حراره خدي له معك هيك. كان فيها تلعبها بطريقه انه تفرجينا كل هودي بطريقه تكون الفيديو مميز. ممكن تجيب الاغراض مع تعملوا مشهد تمثيلي، تكون عم تتنقل هي وعم تتصور، يعني تغير على القليل لوكيشن من مطرح لمطرح. هيدا الموضوع بعتبره أنه كان ناقص بس كتير مهم. دينا صراحة حسيتها بتقرأ، يعني ما فيش إحساس في اللي هي بتقوله، يعني حسيت أكتر أن هي أو حافظة حاجة وبتسمعها، يعني ما فيش روح في اللي قالته. دينا بديها 5.5/10. أول مهمة لفدا مشتركة عن فئة شعر كانت أكاديمية فنون عربية طلبت منك قصيدة بتوجهي من خلالها تحية لعبد الحليم حافظ بذكرى 40 سنة على رحيله. منتابع الفيديو سوا ومنسمع من بعدها تعليقات الحكام. حليم كان ابن القدر، خلق ليتحدى كل الظروف، المعاناة قوته، وقال بالمختصر لا لليأس لا للخوف. قلب الطفل كبر، ولما كبر من الحب احترق انصهر، ولما انصهر ضوت كل الحروف. ضون بعمره ما بيخفت، وصوته بعمره ما بيروح. روحه فلت بعمر الزهر، ما قبلت ما تترك ذكرى زهور أمل وطموح. وصيته لإلنا كلنا آلة بوضوح. بلادنا ما بنغادرها لتغادرنا الروح. وهو بعده واقف بيسمع صدى صوته بيهز البيوت، بيبتسم وبيقول إيه الفن الحقيقي ما بيموت. الصورة اللي اختارتها فيدا لتوصلها صورة جميلة جدا، يعني لعبة على صورة حليم الفنان، حليم اللي الله ما عطاه كتير عمر، حليم اللي مات بكير مرض بكير، حليم اللي وصل صرخة شعب ودخل فرح للناس ورومانس، يعني كله هيدا وصلته أو جربت توصله. عندها خيال حلو، عندها صور شعرية حلوة، بس بعد عندها مشكلة بتوصيل أفكارها بشكل صحيح أو بشكل هيك يسحرك ياخدك. يعني ما تكون عم تسمع شيء من هالنوع مفروض تحس حالك إن سرقت، بعد ما سرقتني بالعكس عم تنقزني كل شوي أوف إنه ليش نطت هون أو ليش وصلت هاي الجملة هون. أنا أول شيء والله صراحة أهنيها فدا، يعني يمكن أستعين فيها تكتب لي أغنية. كتابتها جات على المهمة بالضبط، واختياراتها للصور الفريمات حقون عبد الحليم الله يرحمه كانت حلوة، يعني عملت فريم باي فريم حلوين، وصراحة من جد أهنيها كتبت حلو. يعني أنا توقعت أول ما بديت أسمع
توقعت انها ماخذه قصيده من احد او كذا، ركزت شوي لقيت انه لا مش سامعينها. حلو كثير، بس يا ريتها دخلت موسيقى لعبد الحليم او شيء من اغانيه بدايه او نهايه، كان صارت احلى. بس كثير حلوه، رغم ان انا ما هي مش ظاهره في الفيديو، بس صوتها حلو، صوتها بيلمس اللي بيسمعه. كلمات اختارتها بسيطه قوي بس مؤثره جدا. كلنا طبعا بنحب عبد الحليم حافظ، وهي عبرت عن في كل واحد فينا ناحيه عبد الحليم حافظ، عبرت عنها بطريقه بسيطه وقريبه من القلب. حبيت الفيديو كتير، وحبيت طريقه القائها، وحبيت صوتها. بدي فدا 7. واخيرا بنوصل لفئه موسيقى. اول مهمه ليوسف كانت إذاعة بدولة الإمارات طلبت منك فيديو بتغني فيه أغنية خليجية بهدف الترويج لمقابلة بتجريها معك. حال الهوى أحوال، كل يوم يجيك بحال، لو الصبر بك طال بكرة الفرح تلقى. لا تشتكي وتلوم، عمر الحزن ما يدوم، والعمر في كم يوم حتى نعيش. لا تشتكي وتلوم، عمر الحزن ما يدوم، والعمر في كم يوم حتى نعيش بقى. يوسف كان مطلوب منه شغلتين. أول شغلة إنه يعمل فيديو أو غنية، لا من خلالها يعمل الشغلة الثانية هي يروج لمقابلة بدها تنعمل معه. القسم الأول اللي هو الفيديو، إذا بدنا نحكي ككادر، كصورة، كأداء، كأحساس، كصوت، كعزف، يوسف عمل يعني شغلة كتير حلوة. يعني أنا إذا بدي أسمع غنية، بدي أسمع صوت، بدي أسمع إحساس، بسمع يوسف، بس ما عرفت إنه عنده مقابلة. نحن كل مهمة عم بتنطلب من الشباب والصبايا هي مهمة بعنوان، بس هذا العنوان فيه تفاصيل، يعني بدنا نلحق أول تفصيل والتاني والتالت والرابع تتكتمل كل المقومات لأقدر أنا أكون أقول توب إنه هيدا الفيديو وصل. يوسف غنى أغنية من الأغاني الناجحة واللي أنا بحبها قوي، وأداؤه كان في الأول كده لطيف، وبعدين فجأة ابتدى خرج كده في النص شوية، وبعدين رجع تاني في الآخر، بقى الدنيا باظت خالص. أنا كتير بحب الغنى وحابة إن هو يفضل معانا، فيوسف أرجوك أعمل مجهود أكبر في الفيديوهات الجاية. حلو اختياره، كتير حلو، أغنية تناسب إنه يغنيها على الجيتار، ومغنيها فالت يعني حلوة، بس خايف يعني قاعد يغني وهو خايف. الأغنية حلوة وماسك جيتار أنت آلة وعم تغني، يعني ما هو قادر حتى يعرب، يعني قاعد يغني على بس ما عم يطلع عن الزيح على قولكم. العلامة اللي أعطيها ليوسف من 10 6. سمعتوا تعليقات الحكام، بعد دقايق بنقل علامات الحكام للمشتركين. أما أنتم مشاهدينا فبإمكانكم بعد انتهاء هالحلقة تشوفوا الفيديوهات العشرة على يوتيوب وكل مواقع التواصل وتتفاعلوا معه. فيديوهات المشتركين ببرنامج نجوم بلا حدود بتلاقوها كلها على القناة الرسمية للتلفزيون الآن على يوتيوب. بإمكانكم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معها والترويج إليها في حال أعجبتكم أو لفتت نظركم. خلال فترة عرض البرنامج، فيديو المشترك يلي بينال أكبر عدد من المشاهدات على القناة الرسمية لتلفزيون الآن على يوتيوب بيتنافس صاحبه بالحلقة النصف النهائي مع المشترك الفائز بحسب اختيار الحكام بالبرنامج، ورابح التحدي الأخير بحسب اختيار الجمهور بيفوز بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج نجوم بلا حدود بلقب نجم الآن.
فيكن صبايا وشباب، بعرف انكن على اعصابكن ناطرين تعرفوا علامات الحكام. ما رح خليكن تنطروا كتير، ولكن عندي مفاجأة لكم. أنا رح أعطي العلامات لكل ثنائي منكم، إنما من دون ما أقول كل علامة لمين. حاضرين؟ فدا، انت ونسرين بتشكلوا ثنائي. في وحده منكن اخذت مجموع 21/30، والمشترك الثاني اخذت 17/30. دينا، انت ونسرين ناصر بتشكلوا ثنائي. في وحده منكن اخذت مجموع 16/30، والمشترك الثاني اخذت 19/30. عماد، انت وفرح بتشكلوا ثنائي. في حدا منكن أخذ مجموع 24/30، والشخص الثاني حصل على مجموع 21/30. فهد، أنت وزياد بتشكلوا ثنائي. في حدا منكن أخذ مجموع 22/30، والمشترك الثاني حصل على مجموع 23/30. وأخيرا عادل، أنت ويوسف بتشكلوا ثنائي. في حدا منكن أخذ مجموع 17/30، والشخص الثاني حصل على مجموع 21/30. خطوا علاماتكم للمرة الجاي، كمان ما رح تعرفوا مين بكل ثنائي أخذ أي علامة، ولهيك كتير مهم تتساعدوا كثنائي بالشغل. العلامات اللي أخذتوها فعلياً رح تعرفوها بالحلقة الرابعة اللي بتشهد مغادرة أول المشتركين للفندق. الشغل أصبح جد، وهلأ وصلنا للمهمات التانية. بفئة حيوانات أليفة، تاني مهمة لنسرين حمود هي عيادة للحيوانات الأليفة. طلبت فيديو فيه 5 نصائح حول تربية الهر. بفئة جمال، تاني مهمة لفرح هي ماركة مستحضرات تجميل. طلبت فيديو مكياج سهل وسريع بأقل أدوات ممكنة. بفئة كوميديا، تاني مهمة لعماد هي محطة تلفزيونية. طلبت فيديو عن المنافسة بين الأهلي والزمالك. بفئة موسيقى، تاني مهمة ليوسف هي دار أوبرا عربية. طلبت منك أغنية للترويج لمشاركتك بحفل تكريمي لمحمد عبد الوهاب. بفئة شعر، تاني مهمة لفدا هي قصيدة عن الصداقة بإطار حملة إعلانية لشركة اتصالات محور الصداقة. بفئة وثائقي، تاني مهمة إلك يا زياد هي مجلة تعنى بالتاريخ. طلبت فيديو
بيختصر الحرب العالمية الثانية بدقيقة. بفئة لايف ستايل تاني مهمة لدينا هي حملة لدعم المرأة طلبت فيديو فيه 4 نصائح ليوم خالي من السترس للسيدات المتزوجات. بفئة رياضة تاني مهمة لفهد هي ماركة مأكولات صحية طلبت فيديو فيه تمارين منزلية لشد البطن. بفئة طبخ تاني مهمة لنسرين ناصر هي ماركة رقائق ناتشوز طلبت منك فيديو تعلمينا فيه تحضير صلصة الجواكومولي. وأخيراً بفئة منوعات مهمة عادل هي مكتبة عامة كبرى طلبت منك فيديو لتشجيع الشباب على القراءة بزمن السوشيال ميديا. مهمتكم لازم تنجزوها هالمرة خلال 36 ساعة. ومدة الفيديو دقيقة واحدة. قبل ما أودعكم بدي أذكركم إنه بالموهبة والمجهود بتصيروا نجوم بلا حدود. بالتوفيق وإلى اللقاء. الحلقة الثانية على تلفزيون الآن.